How would that tawsiya be happening? Tawsiya is... هو التوصية ديال زولف الرمال. يعني الدولة كتعمل واحد اتفاقية مع زولف الرمال. هذه الاتفاقية ديال زولف الرمال راه كتقضي على مستقبل ديال المغاربة كاملين ديال البحر الذهب الأزرق. فلهذا كنطلبوا من الدولة أن لا تعيد لنا اتفاقية بصفاتنا مهنيين كبحارة. وشكرا.